العراق وإيران يتجاهلان العقوبات الأمريكية في محادثات لتوسيع العلاقات. فيلق القدس يتعهد بدعم المقاومة حتى انهيار إسرائيل. هذا الكيان اللقيط هو الحاضر الدائم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الرغم من كل القيود المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، العراق وإيران يتجاهلان العقوبات الأمريكية ويجريان محادثات منتجة لتوسيع العلاقات في مجال الطاقة. إيران والعراق وقعا اتفاقية مؤخرا لتوسيع العلاقات في مجال الطاقة نتيجة للعقوبات الأمريكية كما تعلمون القاسية والظالمة والأحادية. تم تجميد المليارات من الأموال العراقية المستحقة لطهران، وبسبب هذه العقوبات المفروضة على إيران ظلما وعدوانا وخلافا بل وبالتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي التي رفعت العقوبات الأممية بعد إبرام الاتفاق النووي في 20 تموز يوليو 2015. الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية، وبسبب هذه العقوبات يسمح للعراق فقط باستلام واردات الطاقة الإيرانية ودفع ثمنها عبر إعفاءات تمتد حتى 120 يوماً، وهذا طبعا الدفع هم يتعرقل بسبب العقوبات كما تعلمون. المهم في هذا الخبر أو في هذا الموضوع هو تحدي الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لا تبدو مرتاحة إلى التقارب اللافت والمهم بين إيران وبين العراق، وتعلمون أن مؤخرا حصلت هنالك تطورات كثيرة في العلاقات بين البلدين. قام الرئيس العراقي السيد عبد اللطيف رشيد بزيارة إلى طهران، قام وفد أمني من الجمهورية الإسلامية بزيارة إلى بغداد، قام رئيس القضاء العراقي الأستاذ فايق زيدان بزيارة إلى طهران، حصل حديث عن تفعيل اللجنة المشتركة المتعلقة بموضوع ملاحقة الجنات في جريمة المطار، وحتى في موضوع الاتفاقية الأمنية التي تم إبرامها بين البلدين فيما يتعلق بوضع الانفصاليين وما يقومون به الانفصاليين الأكراد أقصد من عمليات من انطلاقا من داخل الأراضي العراقية لاستهداف الجمهورية الإسلامية. خلال للتذكير فقط، خلال زيارة الرئيس العراقي إلى طهران، قال القائد السيد آية الله العظمى السيد علي خامنئي مشيرا إلى التواجد العسكري الأمريكي الموجود عموما في المنطقة وفي العراق خصوصا، قال جندي أمريكي واحد هو كثير. وتعرفون أيضا سارعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إرسال المبعوثة الأمريكية باربارا ليف مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، وحاولوا إيصال رسائل وتطمينات، ويعني أنه لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل في صراع مباشر مع الولايات مع الجمهورية الإسلامية، يريدون التهدئة. الآن هم يريدون التهدئة، لأن تعرفون الأمر له صلة بالتطورات الإقليمية والدولية، خصوصا ما يتعلق بالأزمة الناشبة والمتطورة والمتفاقمة والتي لم تنتهي بعد في أوكرانيا. هناك حديث عن تصعيد، خصوصا بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس الروسي بوتين. وحينها اعتبرت روسيا، هذه يجب أن أوضحها هذه النقطة أحبائي، ما يجري بين روسيا وأوكرانيا هو عمليات عسكرية خاصة، عملية عسكرية خاصة هكذا أطلقت عليها روسيا
يعني روسيا لم تعلن الحرب على أوكرانيا حتى هذه اللحظة وفق السياقات المعروفة ووفق تعريف الحرب، ماذا تعني هذه الحرب؟ عندما وقعت الحادثة أرسلت طائرتان مسيرتان فوق الكرملين، اعتبر الكرملين يعني اعتبرت روسيا أنه هذا الأمر إذا لم تدنه أوكرانيا بشكل واضح وصريح يعتبر إعلان حرب. وعندما يعتبر الروس أن هنالك إعلان حرب عليهم خلف أوكرانيا أوروبا والناتو طبعا والولايات المتحدة الأمريكية، وشفتوا أنتوا في الآونة الأخيرة اللقاء الذي حصل بين رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك وبين الرئيس الأوكراني، وإعلان بريطانيا علنا أنها تقوم بتدريب الطيارين الأوكران، وأمريكا تعلن علنا أنها تستمر في تزويد أوكرانيا بالأسلحة المتطورة، كذلك ألمانيا كذلك باقي دول الناتو. كل ذلك يعني أنه إذا أعلنت روسيا أن الحرب بدأت يعني إحنا دخلنا في حيص بيص، يمكن أن نسميها الحرب العالمية الثالثة، يمكن أن تستخدم فيها النووي وغير ذلك. يعني قضايا كثيرة، حتى يعني هسه قبل هذا اليوم تقريبا يعني وأنا أسجل لكم هذه الحلقة، لجنة شؤون الأمن والعلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي استضافت السفير الأمريكي السابق في موسكو وحاولت تتفهم منه يعني باعتباره خبير هل يمكن أن تندلع الحرب مع روسيا. هذا الموضوع يشغلهم، هم حتى الآن يتحدثون بقلق بالغ، والله روسيا وإيران يطوران من علاقاتهما العسكرية وهذا الأمر يقلقهم، هكذا يقولون. يعني هم يبحثون عن مبرر للبقاء أو الاستمرار في دعمهم لأوكرانيا دون أن ينهي ذلك الصراع. يا ريت هذا ينهي الصراع، يا ريت يتحقق هنالك يعني فتشيء وينهي الصراع بالنتيجة. الكل لا يريد الحرب، يعني احنا لا نريد الحرب، إيران لا تريد الحرب، العراق لا يريد الحرب في روس في هذه المنطقة تحديدا. فأقول هم متورطين، فلهذا لا يريدون الآن افتعال أزمات في المنطقة ومحاولة. يعني حتى هذا التقارب العراقي الإيراني اللافت حاولوا عبر بعض مفاعيلهم في داخل العراق من إثارة الغبار عليه، عندما يعني محاولة استفزاز إيران باستمرار في قضية وجود العناصر الانفصالية وكيفية التعامل معهم، حتى إيران تعترض، حتى هاي الاتفاقية الأمنية أيضا لا يتم تطبيقها بشكل دقيق وجيد، فيبقى هذا التوتر بين العراق وإيران، فيبقى مبرر لدى الولايات المتحدة الأمريكية للبقاء عسكريا في العراق بذريعة تطبيق اتفاقية الإطار الاستراتيجي. وفي هذا الواقع أحبائي، في هذا الواقع أيضا تأتي تصريحات السفيرة الأمريكية الأخيرة ألينا رومانوفسكي التي قالت كلاما أنا أنظر إليه بأنه تعبير عن الهزيمة. ستقول لي شلون؟ أقول لك تعال نقعد ونتناقش ونشوف. تعبير عن الهزيمة وتعبير عن الاستسلام للأمر الواقع. الأمر الواقع شنو؟ هو أن هنالك حكومة في العراق، هذه الحكومة هي صديقة لإيران بل وتطور من علاقاتها مع إيران ولا تريد أن تفقد هذه العلاقة بالرغم من حالة التوتر القائمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. تقول رومانوفسكي العراقيون، انتبه جيدا، والسلاح المنفلت، يعني تقصد الفصائل ونحن تقول السفير العراقي عفوا العراقيون يريدون دولة خالية من الميليشيات والسلاح المنفلت، ونحن لن نرحل عن المنطقة وسنعمل على ما يريده الشعب العراقي. طيب من خول إلينا رومانوفسكي
أن تتحدث باسم الشعب العراقي. من جعلها تتصرف نيابة عن الشعب العراقي؟ أنا لا أقول إلا أن هذا التصريح تعبير عن الهزيمة. وأنتم تعرفون جيدا السفراء الأمريكان وخصوصا هذه السفيرة هي مفوضة بشكل كامل من الرئيس الأمريكي وتفويض عندها من وهي يعني تساءل باستمرار أمام الكونغرس الأمريكي وصلاحياتها كبيرة، لكن حتى هذه السفيرة الأمريكية ببساطة تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تتراجع عن تصريحاتها. هسه احنا على التواجد العسكري الأمريكي الموجود في العراق، هذا تعرفون هذا يتحمل مسؤوليته بشكل أساس مصطفى الكاظمي عندما خدع العراقيين وقال سوينا حوار استراتيجي في على مرحلتين تذكرون، وبعدين أعلنوا نهاية 2021 انسحبت القوات الأمريكية القتالية، وما هو موجود مستشارون ومدربون. نعم ما في مشكلة أن يبقى هنالك مستشارون ومدربون، وأيضا هنالك يجب أن يبقى مستشارون ومدربون من الجمهورية الإسلامية، لأن احنا أيضا بيننا وبين إيران اتفاقيات موجودة قديمة وقعت سابقا، والإيرانيون أثبتوا جدارة وقدموا تضحيات في موضوع تقديم المشورة لدحر تنظيم داعش الإرهابي. لكن أن تتحدث السفيرة الأمريكية عن أن القوات الأمريكية أو الأمريكان باقون في المنطقة، هذا تعبير عن الهزيمة، لأنهم يتراجعون في هذه المنطقة تحديدا. هذا الكلام يجب أن نبحثه باستمرار، لكن المطلوب في نفس الوقت هو تعبئة الرأي العام العراقي على حقيقة، وهي أن الشعب العراقي لا يمثله أحد من الخارج، لا تمثله السفيرة الأمريكية، يمثله العراقيون في البرلمان. الآن البرلمان هو الذي، هذا البرلمان هو الذي شكل هذه الحكومة، وهذه الحكومة عليها في نفس الوقت أن تقوم بمهامها في إخراج القوات الأمريكية بالطرق الدبلوماسية، أكرر بالطرق الدبلوماسية، وتتجاهل كما تجاهلت بالفعل القيود والضغوط المفروضة عليها وعلى إيران، وتستمر في موضوع تعاونها مع الجمهورية الإسلامية، بل الأكثر من ذلك أن تقوم بدور كبير في إزالة التوتر بين إيران والولايات المتحدة فيما يتعلق، وهذا يخدم الولايات المتحدة بالمناسبة، فيما يتعلق بالاتفاقية النووية التي تعرقلت كما فعلت الحكومة العراقية في قضية التقارب الإيراني السعودي الذي قالت عنه إلينا، قالت عنه باربارا ليف أنه جرى بتشجيع من الولايات المتحدة، يعني متراجعين. وكما قالت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تعارض أي تقارب خليجي عربي مع إيران، وسوت لها بس مسرحية بسيطة في قضية التطبيع مع سوريا، وهذا ما سنبحثه في الأيام القريبة القادمة. ابقوا معنا. فيرق القدس في الجمهورية الإسلامية يتعهد بدعم المقاومة حتى انهيار كيان إسرائيل اللقيط. هذا الأمر طبعا إخواني وأخواتي ليس جديدا. العميد إسماعيل قاآني يلاحظ في خطاب ألقاه مؤخرا كيف نمت جبهة المقاومة اليوم من نبتة صغيرة لتشمل محورا بأكمله. قال قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية إن إيران ستستمر في مساعدة المقاومة الفلسطينية بلا هوادة حتى الإطاحة الكاملة بنظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة. أدى العميد إسماعيل قاآني بهذه التصريحات مؤخرا خلال حفل لإحياء ذكرى رفاقه الشهداء في مدينة مشهد شمال شرق إيران. كانت ذكرى لإحياء ذكرى شهداء من فيلق القدس، والعديد منهم سقطوا دفاعا عن القضية الفلسطينية. أعلن أن إيران ستستمر في تقديم كل المساعدة
سياسيا معنويا إعلاميا وعمليا لقوى المقاومة الفلسطينية ولجبهتها البطولية القوية. بالنص استخدم هذه الجملة. وأعلن قائد حرس الثورة الإسلامية في فيلق القدس أن هذه المساعدات والمحاولات المنسقة ستستمر حتى يتم الإطاحة بالنظام الصهيوني بالكامل. زين، راح تقول لي زين وهي إيران يعني من زمان تدعم، ليش الآن هذا التأكيد؟ نعم، إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية في فبراير شباط 1979، إيران الدولة، الإمام الخميني المرجع الأعلى قائد الثورة الإسلامية قبل أن يذهب إلى إيران بعد انتصار الثورة، وعندما كان في إيران أصلا كان واحد من أبرز ما كان يطرحه في الصراع ضد الشاه آنذاك هو موضوع فلسطين وهيمنة الكيان الصهيوني، العلاقات الصهيونية مع نظام الشاه. وحتى بعد أن نفي الإمام الخميني، تم نفيه إلى تركيا في العراق، واصل دعمه لحركة المقاومة الفلسطينية، وآنذاك تحديدا كانت حركة فتح كما تعلمون، وهذا الأمر أيضا معروف، العلاقات معروفة، وأصدر فتاوى وبيانات والكل يعرف ذلك، بل أنه أرسل أحد أبرز المقربين منهم الشهيد مصطفى شمران، ذهب إلى لبنان وعمل في لبنان، عمل مع حركة المقاومة اللبنانية أمل، حركة المحرومين أمل، عمل مع الفلسطينيين، قام بتدريبهم، هذا قبل الثورة، قبل انتصار الثورة الإسلامية. إذن لماذا هذا التأكيد الآن بالذات؟ ستقول لي ربما لأنه حصلت هنالك اعتداءات من الكيان الصهيوني، هاي العملية التافهة التي فشلت، هم سموها الدرع والسهم أو الردع والسهم للردع، وعملية فاشلة مثل بقية العمليات. والله إسرائيل، أو كانت يسألون هذا السؤال، يعني إسرائيل دائما تقوم بعمليات داخل إيران وتستهدف المقاومة، لكنها مثلا بالنسبة للإيرانيين يعني ماكو هنالك الرد المباشر. يا أبي شو العمليات اللي تسويها هذه الدولة اللقيطة؟ اغتيالات. هو اليوم أكو أسهل من الاغتيالات، وخصوصا الاغتيالات اللي تجي من السماء، أما بصواريخ أو بطائرات، قاعس قاعدة ببيوتها. وهي غزة شنو غزة؟ غزة تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية، ومع ذلك تلقى رد. في إيران نفس الشيء، شو الاغتيالات؟ اغتالوا علماء نوويين عن طريق جواسيس وعملاء، ومو كل واحد من العلماء النوويين لازم تسوي له فيلق من الحماية ويصير خرق. بسيط جدا، الاغتيالات غدر، وما أسهل الغدر. خب تذكرون الإمام علي عليه السلام ماذا كان يقول؟ كان يقول: ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر. فأقول لا، ليس فقط هذا هو السبب. نعم، يعني تقديم الدعم المعنوي، إشعار الفلسطينيين أن إيران لن تتخلى عنهم مهما كانت مواقف بعض الحركات من حركات المقاومة من إيران. ولاحظتم يعني خلال الأزمة السورية التي، يعني هذه الحرب الإرهاب العالمية التي شنت على سوريا، لاحظتم مثلا حركة حماس وقفت موقفا سلبيا من سوريا، حليف إيران، وإيران في سوريا تدعم سوريا، لم تنقطع المساعدات والدعم الإيراني عن حماس يوما واحدا، قالها هم الحمساويون. هذا السنوار، يحيى السنوار، خب يحيى السنوار كان واضح جدا وصريح جدا، قال: اتصل بي في مرة من المرات، يعني هاي واحدة من تصريحاته، اتصل بي القائد الشهيد قاسم سليماني وقال لي: احنا من الألف إلى ما لا نهاية، مو إلى الياء،
دعمنا مفتوح لكم، ش ما تريدون بدون شرط، بدون قيد أو شرط. وهاي هم بالنتيجة يعني هذه تلد في هاي التهمة اللي دائما يعني يشيعوها في بعض الوسائل الإعلامية، والله إيران تنشر التشيع، حلفاء إيران الشيعة، الهلال الشيعي. إيران تدعم المقاومين في كل مكان، تدعم من غير المسلم كما تدعم فنزويلا وبعض الدول الأخرى في المنطقة في البحر الكاريبي، تعرفوها، وتدعم من يختلف معها. هذول مدرسة أخرى، وهذه مدرسة، هاي مدرسة إيران، مدرسة أهل البيت. هسه ما أريد نقول سنة وشيعة، لا. الآن هذا التصريح إلى دلالة أكبر، الدلالة الأكبر هو أنه جاء في ذكرى النكبة. يمكن نسيتوا نكبة فلسطين، الإعلام حاول ينساها. وين وسائل الإعلام عن إحياء هذه النكبة، هذه الذكرى؟ أقول الذكرى 75 للنكبة. نكبة فلسطين، منو منكم ما سامع بنكبة فلسطين؟ لماذا حاولوا خلال الفترة الماضية وفشلوا؟ والحمد لله، الحمد لله أن الذكرى النكبة هذه السنة ترافقت مع فشل محاولاتهم في تحويل البوصلة من هذا الكيان اللقيط إلى الجمهورية الإسلامية. يعني العدو إيران، مو هذا الكيان اللقيط اللي اغتصب فلسطين وأعلن في 15 من مايو أيار 1948 قيام ما يسمى بدولة إسرائيل. فهمتوا؟ إيران وين العرب عن إحياء ذكرى النكبة؟ والله بس شفت بعض الفلسطينيين، يعني طبعا الفلسطينيين لا يستطيعون أن يذوبوا هويتهم بفضل الله وبوجود هذا الدعم من إيران ومن كل الخيرين الطيبين. وين الإعلام العربي؟ هذا الإعلام العربي الذي يقيم الدنيا ولا يقعدها عندما يتحدث عن إيران، يريد من 1979 يوجه البوصلة، بوصلة العداء من هذا الكيان اللقيط العنصري القاتل المجرم الذي جريمته مستمرة إلى إيران. لكن شفتوا الحمد لله خلال الأيام الماضية فشلوا، فشلوا. هاي السعودية اللي تتبنت هي هذا المشروع بشكل أساسي جاءت إلى إيران واقتربت من إيران، بس بوساطة عراقية، بوساطة باكستانية، بوساطة عمانية، بتدخل كبير من الصين. بالنتيجة قابلوا، شوفوا التصريحات الجديدة التي يطلقها السعوديون. إذن تصريحات القائد قاني لها دلالة، وهذه الدلالة مرتبطة بتصريحات من داخل الكيان اللقيط تنبئ بانهياره من الداخل، من الداخل. أكرر، من الداخل. يقولون احنا قد لا نصل إلى سن 80، خايفين من الداخل. أكرر، من الداخل، يعني الصراعات المجتمعية في داخل المؤسسة الصهيونية. تدرون هذا الكيان الصهيوني هو كله ثكنة عسكرية واحدة، كلهم مستوطن عسكري ومستوطن مدني، يعني الجندي هو عسكري والمستوطن عسكري، عسكري ها، كلهم يتدربون وكلهم جنود احتياط. حصل داخل هذا الكيان شرخ كبير إن شاء الله، مثل ما قال القائد قاسم قعاني، دعم إيران لفصائل المقاومة في فلسطين مستمر لأن فصول الجريمة مستمرة حتى انهيار هذا الكيان من الداخل. ابقوا معنا. الكيان الصهيوني هو الحاضر الدائم في تصاعد التوترات بين إيران وأذربيجان.
لاحظتم أحبائي في الآونة الأخيرة هنالك تركيز في موضوع التوتر، على الأقل في وسائل الإعلام نلاحظ، يعني اللي يتابع منطقة القوقاز ويعني هذه منطقة آسيا الوسطى بس القوقاز بشكل خاص حيث أذربيجان، أذربيجان يعني عاصمتها باكو، وهي في التاريخ كانت جزءا من الإمبراطورية الإيرانية. يلاحظوا هنالك تركيز على توتر في العلاقات بين باكو وطهران، وشفت بالفترة الأخيرة حصلت بعض المناوشات الإعلامية السياسية الدبلوماسية هنا وهناك، بل حتى أنه يعني هنالك زيارات متكررة بين قادة جمهورية أذربيجان والكيان الصهيوني، وتصريحات أن باكو مستعدة لكي تمنح هذا الكيان الصهيوني أراضيها إذا أراد أن يشن هجوما على الجمهورية الإسلامية. يعني هذا الكيان الصهيوني يبقى مشكلة في المنطقة، ويبقى هو واحد من أهم أسباب التوتر بين دولتين جارتين شقيقتين. يعني تدرون أنتم هذه باكو أذربيجان يعني مجاورة إلها أيضا أقاليم أذربيجانية اسمها أذربيجان، أذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية منها، وعند ثلاث أقاليم في إيران يقطنها الأذريون، نفس هؤلاء الأذريون هم موجودون نفسهم يعني أولاد عم أولاد خال في جمهورية أذربيجان اللي عاصمتها باكو، يفصل بيناتهم نهر أرس، أرس فقط. وهنالك حنين لكي تندمج هذه الجمهورية مع إيران، مو بالعكس. طبعا أكو محاولات من الكيان الصهيوني لإثارة النعرات القومية في داخل الجمهورية الإسلامية، لأن القومية الآذرية هي القومية الثانية الرئيسة في إيران بعد القومية الفارسية، والفرق بينهم بسيط بالعدد السكان. كبار قادة الجمهورية الإسلامية من الآذريين بالمناسبة. مثلا قبل أيام 25 نائبا في الكنيسة الإسرائيلي الصهيوني قدموا ورقة إلى وزير الخارجية في الكيان الصهيوني يطالبون بأن يتحرك هذا الكيان بكل مفاصل الحركة سياسيا دبلوماسيا عسكريا أي شيء أي شيء لإقامة جمهورية في جنوب، يعني في جمهورية جنوب أذربيجان، يعني فصل أذربيجان الإيرانية اللي في إيران فصل جزء كبير منها، وأن يعلن استقلاله. انتبهوا، هستقول لي هذا ليش؟ هستقول لك هذا كله مرتبط بما حصل من تطبيع بعد التطبيع في العلاقات الإيرانية السعودية، والتطبيع في العلاقات الخليجية العربية بشكل عام السورية، عودة سوريا أو عودة الجامعة العربية إلى سوريا. احنا عندنا شكوك حول بعض الدول لديها نوايا، بس لا هم اعترفوا بالأمر الواقع، وأمريكا اعترفت بالأمر الواقع، مع أنها الآن الولايات المتحدة الأمريكية أكو مشرعين في داخل يعني الولايات المتحدة في المجلسين يريدون يشرعون قانون أمريكي يمنع الحكومة الأمريكية يعني الاتحادية من تطبيع العلاقات مع سوريا، وتفعيل أكثر قانون قيصر، حتى يعني يريدون يفرضون عقوبات على الدول العربية التي تطبع مع سوريا، مع أنهم يعرفون جيدا أنه لا الموضوع انتهى حسم حسم، ومع أنهم قالوا أن كل هذا التطبيع الذي يجري خاصة مع إيران هو يجري بتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية، وقالتها باربارا ليف، قالت الدبلوماسية ليست فقط مع الأصدقاء بل هي مع خصومنا. بس هذا هو من باب حفظ ماء الوجه، مثل ما قلت لكم في المحور الأول، من تجي السفيرة الأمريكية وتعلن أن أمريكا لن ترحل من المنطقة، وأمريكا معنية بتحقيق طموحات الشعب العراقي، هذا يعكس فشل
أقول هذا يعكس الفشل، هم فشلانين غرقانين. العالم قاعد يتغير، المنطقة قاعد تتغير، الشعوب قاعد تفهم عدوها منه، عدوها الإسرائيل، عدوها الولايات المتحدة. حتى وانت تريد علاقات إيجابية مع الولايات المتحدة، بس هي ما تريد، هي تريد تتدخل ولو بالكلام ولو بالتصريح. هذا خب دليل على التدخل في الشؤون الداخلية. فأقول الفشل الذي حصل في موضوع تحويل البوصلة إلى إيران كعدوة، والفشل الذي حصل في أن الدول العربية وتحديدا المملكة العربية السعودية، الإمارات، البحرين، يعني هاي الدول السعودية بعدها ما مطبعها بشكل رسمي، الدول التي طبعت مع الكيان الصهيوني ووقعت اتفاقات إبراهيم أو أبراهام عليه السلام، هذه الدول يعني هاي الاتفاقيات يعني بويا نقحها واشرب ماء، تعاون أمني، تعاون استخبار، على موجود من سنوات، مش جديد. يعني انت نجحها وشربها، لا تستطيع ان تستخدم اجواء هذه الدول، اراضي هذه الدول، لشن اي اعتداء يحلم به هذا الكيان النقيض على ايران. ما يقدر. هسه يقول زودونا بطائرات شبح، كله كلام فاضي. المنشآت النووية الايرانية قلنا لكم شبكة معقدة لا يمكن استهدافها بسهولة، وإذا شنت، وهذا قول الصحافة الإسرائيلية، إذا شن هذا الكيان الصهيوني عملية فلن تكون إلا عملية واحدة، الأولى فقط، والباقي خلاص، الأولى لك والثانية فيها هلاكك. ها هذا هو، هذا مع يعني مع فرض أن هذا الكيان استطاع أن يستخدم أراضي دول مجاورة. زين، الدول العربية انتهى هذا الموضوع، لا تستطيع أن تفعل شيئا. بقى أذربيجان، يعني باكو. فتريد هاي الدولة الصهيونية تستخدم باكو أيضا منصة، هي هم بالمناسبة حتى باكو، يعني تصريحات دبلوماسية منا ومن نايف، زيارات كذا، هذا كلها كلام، لأن الوضع داخل أذربيجان معقد جدا. هنالك من يعترض، هناك اعتراضات في داخل الآذريين ضد حكومتهم في قضية أن شلون تجون تعطون لهذا الكيان الصهيوني إمكانية أن يشن حرب على أشقائنا. فهذا أيضا يعني هم حرج يجد فيه الأذربيجانيون أنفسهم وقعوا فيه. فعلى أي حال، في موقف يركز فيه الغرب الآن على التطورات في روسيا وعلى التطورات التي ستتبع التطبيع مع سوريا، أصبحت علاقة إيران بجمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز أكثر وضوحا وأكثر بروزا، خصوصا بعد الانسحاب الأمريكي المذل من أفغانستان. فإذا كيان الصهيوني شو يسوي؟ يشوف إيران عندها نفوذ في هذه المنطقة. أكو طبعا هنالك تنافس مع تركيا، بس هذا التنافس أيضا محدود في إطار أكو منظمة تنظم مثل هذا، يعني تسيطر على هذا التنافس الإيراني التركي في هذه المنطقة. هذه المنظمة اسمها منظمة التعاون الاقتصادي إيكو، تضم كل دول جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز وإيران وتركيا وطبعا أفغانستان وباكستان، هذه تنظم هذه العلاقة. فإذا الإسرائيليين شو يسوون؟ يجون يريدون بأي شكل من الأشكال أن يوجدوا نوعا من التوتر بين إيران وبين باكو، حتى بلكي يعني يصير حالة حرب، حالة صراع، فذلك الوقت تسمح باكو أو تسمح أذربيجان لهذا الكيان اللقيط لكي يقوم ولو بعملية ضد المنشآت النووية الإيرانية. العملية العسكرية التي مستمرة في أوكرانيا بالنتيجة هذه تعرقل حتى هذه الأحلام الصهيونية، وتطرح تساؤلات عن إمكانية أن يحصل أي فعل من الكيان الصهيوني ضد إيران انطلاقا من أذربيجان. وهذا طبعا الأمر يحتاج الكثير من التفصيل،
واحنا مع كل الأسف في عالمنا العربي وحتى في العراق انا اجد هنالك يعني فقرا في المعلومات عن آسيا الوسطى والقوقاز، مو كثير احنا مهتمين بهذه المنطقة التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق بعد انهياره. نحن يجب ان نهتم ايضا بهذه المنطقة لانه في العلاقات الاقتصادية مع الصين، في العلاقات الاقتصادية مع باكستان، في العلاقات الاقتصادية مع روسيا أيضا، أنت بحاجة إلى، حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية أنت بحاجة إلى أن تبحث دائما عن بدائل، ولا يكفي أن تضع كل بيضك في سلة واحدة. إخواني شكرا لكم، وإن شاء الله سنتابع مثل هذه الموضوعات، خاصة عن يعني نهتم بآسيا الوسطى والقوقاز كثيرا، وماذا يمكن أن يفعل العراق في هذه المنطقة إن شاء الله في الحلقات القادمة. في أمان الله.